السلام عليكم. من بيتي على طريقتي. اليوم راح ندير لكم شخشوخه. اليوم الجمعه، نقول لكم بما هذه المناسبه جمعه مباركه، تعد علينا وعليكم ان شاء الله بالصحه والهنا. شخشوخه الظفر هذه اكله تقليديه، ولكن انا راح نديرها لكم طريقتي الخاصه، يعني نزول عند طالب واحد الاخت اللي قالت لي ديري لي شخشوخه الظفر باغي طاب، يعني نديرها لها درجه بدرجه كما نقولوا حنا. انا بواش راح نبدا؟ عندي زيت وعندي بصله وثوم، نحطهم يتقلاو ونرجع. راني نقلي البصله مع الزيت فقط. في هذه الاثناء راهو عندي الماء منه يغلي، نلوحو اللحم نتاعنا الدجاج نتاعنا، نلوح الدجاج تاعنا نخليه حتى هو يتقلى، ومن بعد كي نشوفو حتى هو تقلى شويه نلوحولو لي زيت. نزيدلو مغرف كبيره تاع طماطم مصبره، نزيد شويه، نحرك مليح، نحركو مليح، ومن بعد نضيفلو الحميصه ونبدا نمرق. قلنا ديما نمرق بالماء السخون، كي نفوت نبدا نقلي اي ماكله تحب الماء السخون باش تجي بنينه. وانا نحرك مليح، نمرق بالماء السخون، في هذه الاثناء اني مرقت نجيب الحميصه واللوحه. جبت الحميصه لوحتها، نغلق الكوكوط ونخليوها تطيب، ونقصوا النار ونخليوها تطيب على مهلها. في هذه الاثناء نحطوا الماء يغلي في البرمه ونخدموا شخشوختنا. جبنا قصعه نحطوا فيها شخشوخة الظفر، نضيفو لها شوية زيت، نضيفو لها مغرف معمرة تاع ملح، ندخلو فيها الزيت مليح ونحطوها في الكسكاس. كي ندخلو فيها الزيت مليح ونحطوها في الكسكاس، هذه تسمى الفورة الأولى. في هذه الأثناء تكون ديجا المرقة راهي طيب، قريب توجد المرقة، باسكو من بعد نعاودوها بالمرقة. هنايا نعاود بالمرقة تاع اللي نطيبو بها. بعد نجيب الكسكاس ونحطوها تفور، نها في كسكاس نحطوها تفور الماء هذاك اللي كان يغلي. البنات بغيت نقول لكم بلي شخشوخة الظفر كاين عدة انواع منها. كاين شخشوخة الظفر تاع الظفر اللي نحيوها بالظفر، وكاين تاع الصياد، وهذه راه هي كي تاع الماشينة، هذه تاع كيما نقولو حنا تاع السوق. اسمها هذه ما طولناش في التفور وفي الخدمه. نبداو على بركه الله الفوره الاولى، كي تفور نرجع لكم. الشخشوخه اللي فارت انا نخدم بيدي البنات، والبنات المبتدئات يهبطوها بمغرف تحت البركه. نضيف لها المرقه اللي صفيتها، ودركا نجيب مغرف تاع حطب ونحلها هكا، نخليوها تتشرب هذه المرقه وتبرد، ومن بعد نعاودو لها فوره. انا نفورها ثلاث خطرات، والخطره الرابعه نجمرها في مرميطه ولا طنجره ولا كيفاه نقول، كل واحد كيفاه يقول. انا نقول مرميطه كبيره، ندير لها شويه مرقه، نديرها شويه زبده ونجمرها. نكملوا الطريقه مع بعضانا. هذه الفوره الاولى هبطناها، الفوره الاولى درنا لها الزيت، تسمى حطيناها مساشي في القصعه، درنا لها الزيت وحطيناها تفور. كيفارت هبطناها وشمخناها بالمرقه تاعها، المرقه تاعنا راهي طابت. دركا نخليوها تبرد مليح، ومن بعد نردوها للتفور الفوره الثانيه. نهبطو كاع الشخشوخه اللي كاينه في الكسكاس،
نهبطوها ونشوفوا هذيك المرقه الاولى اللي درناها احنا درناها بفوره الاولى رانا نهضر عليها. انا اللي ما درتش الزيت في الكسكاس المسحيه درت لها الزيت المسحيه تتنحى نورمال. ونهبطوها نشوفوا المرقه اذا شفناها تشربت مليح هاهو، واذا شفناها مازالت نزيدوا لها شويه مرقه حتى تتشرب هذيك المرقه وتبرد نعاودوا لها الفوره الثانيه نديروا له نردوها الفوره الثانيه. نحيتها من البرمه نلوحوها درنا غير مرقه قليله فقط. نبدا نجمرها في هذه الطنجره ومن بعد نلوح لها شويه تاع زبده مرقه 5 دقائق ونطفي عليها ومن بعد نعطيها لكم في صحن التقديم. كي تبدا شخشوختنا حنايا نجمروها في هذه الاثناء واش ندير بعد ما جمرنا الشخشوخه جبنا شويه زبده مع شويه زيت حطيناهم في مقله وراح نحط الدجاج نتاعنا يتحمر. خليهم هكا يتحمروا. انا الدجاج تاعي كي نحيته من المرقه زدت له شويه ملح ونخليه يتحمر بالعقل ونرجع لكم. الطبق تاعنا راه واجد بالصحة ولهنا. ونقول الأخت راني كنت عند وعدي ودرتهولك طاب باغي طاب، نتمنى تجربيه وترديلي النتيجة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.